السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على جناح السرعة مع فضيلة الشيخ جمال فياض، وفيه مفاجأة بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالإخوة المشاهدين، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفع بكم. إن كان لي من كلمة فهي يعني في ظلال آية. قال الله تبارك وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذه جزء من آية في آخر سورة الفتح. هذه الآية يصف الله عز وجل فيها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بأن علامات صلاتهم في وجوههم، وهذه العلامة هي ما يظهر على وجوههم من الخشوع والخضوع والتواضع لله تبارك وتعالى. وهذا يستفاد منه أيها الإخوة الكرام أن من أحسن سريرته أحسن الله علانيته، وما أسر أحد سريرة خيرا كانت أو شرا إلا كساه الله هذه السريرة. يعني لو أنت في السر حالك بين الله عز وجل حال طيبة، تتقي الله تبارك وتعالى في السر، تستحضر مراقبة الله تبارك وتعالى لك، فإن الله يظهر علانيتك حسنة أمام الناس. لكن لو الإنسان يظهر أمام الناس أنه رجل متقي وأنه رجل ملتزم وأنه رجل مستقيم، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فإن الله تبارك وتعالى يظهر علانيته أمام الناس. فما أسر أحد سريرة خيرا كانت أو شرا إلا كساه الله تلك السريرة. فهؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكثرون من الصلاة بالليل وحسنت سريرتهم، فأحسن الله علانيتهم، فكان كل من رآهم يعجبونه ويحبهم، وذلك لما بينهم وبين الله عز وجل من حسن السريرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن سرائرنا وأن يجعلها خيرا من علانيتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وما اجترأنا عليه في خلواتنا، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على النبي محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعنا المفاجأة الجميلة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه ومن المتزاورين فيه. فريد الشيخ الأخ المحب لنا جميعا، الشيخ حمد اسماعيل فودة، فليتفضل. الله يرضى عنكم شيخ أحمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم، ولقد شرفت اليوم بلقاء أخوي الكريمين الحبيبين إلى قلبي، أخي الشيخ أحمد سعد نور الدين وفقه الله، وأخي الشيخ جمال علي فياض وفقه الله. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهما وأن يجعلهما مباركين أينما كانا، اللهم أمين، وأن يشرفنا وإياهما ما حيينا لخدمة دينه وكتابه وسنة رسوله وعباده الصالحين. وأنا فقط أحببت أن أسلم عليكم، وإن كان لي من كلمة يعني أقول كلمة واحدة، يعني أشرف الأعمال قاطبة أن يموت الإنسان وهو خادما لدين الله تبارك وتعالى في أي باب كان. فأنا وأنت يا عبد الله في أي مجال كان عملك، كان تخصصك، يعني أيا كان يعني العمل الذي تقوم به، التخصص الذي امتن الله عز وجل عليك به، أبذل من وقتك ومن مالك ومن تخصصك ومن خبرتك لخدمة دين الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يشرفني وإياكم ما حيينا بخدمة هذا الدين العظيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاك الله خيرا. جزاك الله مثل عم الشيخ حمادة. وإن شاء الله الختام مع فضيلة الشيخ جمال، السلام عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على عرفات وفي الآخرة في الجنات، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبكم في الله، وجزاكم الله كل خير.